شفتوا كم الظلم اللي انا بتظلمه عامل ازاي؟ ما يخصش الناس بحاجه، ما يخص انا مالي، مش انا. داخلين الناس داخلين كانهم داخلين يمصوا دمك حاجه. ايه يا جماعه، انا في احنا فين؟ في عايزين ايه؟ انا ما عملتلكوش حاجه. وبعدين انا من الشخصيات الظريفه في الشغل، مش اللي هو بقى بمثل وسيبوني دلوقتي لا، مفيش الكلام ده. انا هو انا في كل حاجه، شغلي ده يخصني، مش مطلوب مني ان انا اطلع ده على الناس ولا اضايقهم او ما اسلمش على حد او ابقى مش كويسه. انا اتشلت من البتاع لدرجه ان انا يوم الوقفه، وقفه العيد، انا كنت بعزل، بنقل من بيت لبيت. الناس كانت مستغربه. ايه؟ الناس كانت مستغربه. انا كنت بعزل، واحنا بنعزل، فبقول لاختي، بقول لياسمين، بقول لها لا لا، سيبي الحاجه سيبي الراكور ده عشان عامله تصوير لسه في مشاهد ما اتصورتش وكده. قالت لي النهارده الوقفه، بكره العيد هتمثلي ايه؟ قالت لي قلت يمكن يكونوا عاملين 40 حلقه ولا ما اعرفش. خلصوا المسلسل وقفلوه وعملوا الحاجات اللي عملوها، والله العظيم ما كانش عندي اي فكره، رغم انه يعني انا كنت بحاول كل شويه اقول للناس بتكتب اعملوا لهم اعمل كذا، الله ده حلو وده هيعمل لك، يعني من وجهه نظري ممكن ما حدش يسمع كلامي عادي، انا في حالي، انا بمثل، بدخل عشان امثل، مش عشان ببقى بفكر في الشغل وبفكر في العمل وبفكر في المسلسل، لانه بحضر لمسلسلي كل سنه بنفس الطريقه، ان انا بقعد وبيبقى فيه فكره او كذا نقعد نتفق عليها زي بقيه الناس عادي. انا مش ما عنديش اربع رجول، يعني هم رجلين اتنين. فقعدت واتفقت وعملت وظبطنا كل حاجه، وحاولت ان انا اجيب الكاست وكلمت الممثلين بنفسي كلهم عشان يعني يبقى اي خاطر عندهم، ونزلت من اجري عشان اجورهم، وعملت كل الحاجات دي. وفي الاخر انا والله العظيم المسلسل، انا الحلقه 26 مش طالعه فيها خالص خالص، ال 27 طالعه مشهدين، ال 28 مشهدين، ال 29 فلاش باك، وادي وال 30 ما طلعتش ولا مش فاكره. فيعني ادي شفتوا كم الظلم اللي انا بتظلمه عامل ازاي؟ شفتوا كم الهجوم وكم مش عارف ايه وكم ايه؟ وعلى فكره السعدني بني ادم كويس، وانا بحبه جدا، يعني انا اعتبرت ان انا اكتسبت اخ ما كنتش اعرفه قبل كده، شفته مرتين ثلاثة في حياتي، بس انا وهو اتعمل علينا جيم، يعني اتعمل علينا حاجة انا ما فهمتهاش، حد يخش هنا وحد يعمل كده وحد يعمل كده، مش عارف ما فهمناش. هو راح طالع قال لك انا مش عارف ايه، وانا ما عملتش حاجة خالص، فضلت ساكتة خالص. فما اعرفش والله، بصي الحمد لله حاجة وراحت، مش عايزين نتكلم فيها تاني، خلينا نبص لقدام. طيب زينه، انت بتتخدعي من اقرب الناس ليكي دايما، ده يعني بسبب؟ لا، ما عمري ما اتخدعت من حد قريب ليا. في حاجات بتنزليها دايما على السوشيال ميديا اللي انت بتتخدع؟ انا بصي طول الوقت لما بنزل اي حاجه حتى لو بهزر بياخدوها عليا. لا والله، ما انا لو عندي حاجه مش هكتبها على فكره، مش هقولها لكم، ما انا بيبقى عندي بلاوي وبطلع، يعني انا مثلا ابني لما يسخن اطلع اقول ابني سخن، ما يخصش الناس بحاجه، ما يخص انا مالي، مش انا، انا ما بعملش كده خالص. فانا حتى الكلام اللي بكتبه بيبقى تهريج، بيبقى هزار، انت شايفه انا بحب اهزر وبحب اضحك مع الناس كلها وبحب الناس كلها، فما ما بيبقاش مقصود حد بعينه. دايما بلاقي حد تقصدي مش عارف ايه، مش عارف ايه، في حته كده، في حاجه بيقولوها كده، يقول لك ايه، اصابت ولا مش عارف ايه، اصابت هدف قصف جبل. يا عالكلمه دي تعبت منها قوي يا اخويا، حاجه صعبه جدا. قصف جبهة. قصف جبهة. ولا قصف جبهة. ايه ده؟ من مين؟ على كلمتين هكتبهم؟ لا انا ما انا لا، ليه طريقة تانية خالص.